عندنا اسئله كتير للكابتن امير توفيق، هاشتاج اسال امير توفيق. مصطفى كرم بيقول يا مساء الخير عليكم وعلى اجمل قناه، سؤالي هو هل الاهلي سوف يتعاقد مع لاعب باك شمال؟ باك شمال ليه؟ سؤاله. لا لا خالص. طب يعني النهارده عندك علي معلول ومحمود، علي ووحيد وايمن اشرف ومحمد شكري ومحمد اشرف تحت في الناشئين، فلا يعني يعني انت كمان مامن فريق اول وكمان من الناشئين. السؤال الثاني اسلام عبد يقول مساء الخير عليكم كابتن اسامه وكابتن امير، سؤالي كنت حابب اعرف هل حسين الشحات طلب الرحيل لانه غير مرتاح علشان الضغوطات ولا دي مجرد اجتهادات؟ اجتهادات اعلاميه. انت كنت موجود برضو في صفقه حسين الشحات. حسين الشحات نازل يعني عن كتير قوي. طب ما تقول لنا الشحات كان لا من غير كواليس. تعرف حسين كان عقده في الامارات ثلاث اضعاف عقده مع النادي الاهلي. كان ثلاث اضعاف عرضه مع النادي الاهلي عقده. يعني العقد الثابت غير بقى هناك، انا عارف هناك في الامارات في مكافئات بالظبط كده بالظبط. فهو لا هو اتنازل خالص ولا اتكلم، وخد هنا رقم عادي جدا زي الناس اللي حواليه وما اعترضش خالص وما كانش عنده اي مشكله. تمام. عمرو بيقول لك مساء الخير على مهندس التعاقدات. لا ده بقى امير التعاقدات، مهندس الكابتن عادل القيعي عشان ما يزعلش. هل في عروض اوروبيه لمحمد هاني ومحمد الشناوي بعد برونزيه كاس العالم؟ لا 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 مفيش. بص الفكره في انديته، حتى لو اي نادي في اوروبا لو عايز اي حد في نادي الاهلي او اي لعيب عامه بيقيمه على فتره. فمش منطق ان لعيب لعب كويس في كاس العالم فنقول جاله عرض. لا الموضوع بياخد فتره من 3 ل 4 شهور، الانديه بتقيم وفي الاخر بيشوفوا لو هيبعتوا حد يبصوا عليه وفي الاخر تمام. احمد الهلال بيقول لك هو كريم فؤاد مضى 5 سنين ولا لا؟ لعيب عيب الكلام ده، لعيب لعيب مش بتاعنا ولعيب من نجوم معار الانبي، فطبعا لعيب احنا نمضي حاجه زي كده يعني. خلي بالك ما كل الاسئله لعيبه مصر كلها بتلعب في النادي الاهلي دلوقتي. بالظبط. السؤال اللي جاي بيقول اعتقد الاهلي محتاج موليكا وعبد الرحمن مجدي وينج يمين وكريم فؤاد باك يمين وبسام حارس الطلاع هو قال فرقه دلوقتي حارس مرمى والفرقه كلها. انا بس بص انا عايز بس جمهور الاهلي يثق فرقه شويه. لازم يعني الفرقه دي اللي خدت دوري وخدت افريقيا وخدت كاس وتالت عالم. فشويه ثقه بس في اللعيبه عندنا شويه عشان الموضوع يبقى يعني ساعات بحس ان في شويه ظلم في الموضوع ده شويه بصراحه. طبعا.